تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل. مساء الخير ورمضان كريم على كل الشعب العراقي، وإن شاء الله هذا رمضان رمضان الانتصارات ورمضان الخير والبركة. مشاهدي الكرام بدنا نوقع بيهم واحد واحد، وسبب يعني توقيع هذا البرنامج هو أن نزرع الابتسامة بوجوهكم الحلوة. اليوم عندنا ضيف خفيف الظل، سنفوري صغيروني صعب يوقع، بس إذا وقع يصير كلش عصبي. تابعونا ويا فائز السنفور. شوف راح اسوي لك بيه فائز، شوف راح اسوي لك بيه. الحمد لله ما شاء الله. تليفون على قصير. إيه والله يعني في مقصر وياك ما شاء الله. يدوي القلب يدوي القلب. مشغول والله يدي سار عباس. زين أدري هو ما يسأل. أنتوا ليش بتسألون؟ ها. مو إحنا كبار وأساتذتكم تقولون. أي والله. ليش بتسألون؟ والله حق. لا أعرف أي زعل. والله دائما إيه. اللي يبي بيخاف. لا لا. لكن التليفون مالي قاعد بالسيارة نسيته والباقي مني وما أدري. والأرقام كلها راحت أنا شلتها. أنتوا يا أهل ليش بتخافون؟ ليش بتعلم يا أخوات تليفون فاضي؟ لو وقع من ماي. لا حقيقة حقيقة اي والله شلونك صار؟ والله فايز حبيبي يسلمك والله ماشي يا الله كريم عايشي حبيبي الاستاذ فايز حبيبي الاستاذ احنا عندنا عمل مسلسل ابو نص ساعة ان شاء الله يعني 30 نص ساعة اخراج استاذ حيدر فيصل والنعم تعبت؟ مشتغل وياه عافية مشتغل 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 عملية كثافة اي ماشي حجي خبر خبر رائع وردة وهو رجل يعني احترم قدراتك الفنية وتاريخك وطاق شخصية مرهون استاذ شخصية مرهون 23 حلقة بطولة يعني من البلوك الأول ممثلين الخط الأول حطك عملك وشغلك ومشاهدك كلها تقريبا ويا استاذ جعفر استاذ عباس مرهون أكيد اي مرهون 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 اي اي هاي المخرج هاي شخصية مرهون لا العقد بي اعتقد بيه خطا يعني لا لا ما لا مرهون صديق البطل تدري له لا يعني تدري ما كلش كاتب لا هي مو هذا الموضوع يعني مو تمغر النص لا لا المخرج قال شخصية مرهون مرهون اللي يحب البيان صديق البطل الولد شو يصير فاز يعني؟ لا يعني فاز كوميدي رجال يعني الصبي ماله بالقهوة انا هاي كاتب ليها الولد ايه لا لي مو مو اللي وزع شايات اخو واحد شو اسمه تذكر هذه شاقون يا زبائن يطلبون شاقون يا طلعون شاقون يا شنو؟ يجيدها بشكل يخب كوميديا على ما يرجع لهم خرده ومن شنو هذا حلقتين يخبلن قبابيات يعني 23 حلقه المخرج اعطي حلقتين انا منو؟ هي مو موضوع 23 حلقه اتجاوز على قرار المخرج ما تفهم شخصيه ما تفهم صح مدير انتاج بس ما اقدر اتجاوز على راي وقرار ورؤيه المخرج لا هو فايز اصلا فنان يعني يعرف حجمه ويعرف امكانيه اداءه ويعرف اسمه 23 حلقه ايش تحكي انت؟ انت تزغلني يعني حلقتين لا مو موضوع التصغير يعني فايز انت زين عارفين انت يعني كوميديان ممثل كوميدي خطر ما هذا هاي الكوميدي هو المسلسل ما بي كوميدي بيخطين كوميديانات واحد بعدين هذا اللي ماكو هذا بالقهوه اللي يخلون يمدوا هذا مش شنو هذا هذا المبوش هذا ايوه حلقتين زيران والله ضعف فايز صدقوا سيفتاتي لا والله يعني انا اشوفك بهذا المكان يعني انت متاكد المخرج يعني صح استاذ حتى حكيت يا بالتليفون
قلت الاستاذ هذا يحب يطلع عنده شخصيه يحب طالب بالكليه، قال لي فايز السنفور ما لك علاقه. مو شغل وياه يعني يعرفنا يعرف بس متى فايز قاعد ليش يا شغل وياه مشتغل يا استاذ شغل شغل وياه انا اقنع انا اقنع استاذ حيدر شلون تقنع علي ايش يعني؟ انا اقنع اختي يمكن اعفي عليك فايز ابو سيف يعني جديد علي لا مو جديد بس هذا امكانيتك هاي يعني شو فيك يعني؟ ليش امكانيتي؟ يعني كوميديا على ما ادري شنو تلم البوش هاي فلوس لا 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 هناك زباين لا حبيبي لا شكل يا لا عندي جرعة شغلك ياها الا تموت ما ترى و30 حلقه و40 حلقه علاقه بابنيه معقوله يعني وشكو بيها يعني خلي كيفك عمي لا شكو بيها لا شو تسوي ايه اي شكو بيها عادي هو اللي يقول لك المخرج قال لي قلت له استاذ الفائز قال لي فائز انا هم اول مره استغربت يعني ما الا فج يعني ما والله ما يعني لا المخرج عنده رؤيه لا لا ليش حطوا مخرج واحد مدير انتاج واحد المصور واحد طبيب مالي المخرج انا هم المخرج انا هم المخرج قال لي استاذ جعفر انت تختار الخمسه الابطال اللي وياك يعني هذا ضمن الخمسه الابطال شنو 23 اكثر 23 حق عنده هذا زين انا شنو يحب ال 200 طالب غير يتزوج بعدين يعني فاز يحب ال 200 ويتزوج بعدين تحت فريق البطل شنو يدخل في براغي حتى ما معقول لا لا ابو سيف لا لا راح بالوادي اقول لك تشيلي لا ما اعتقد هذا غلط يخلي وقع الحلقتين هسه لا حبيبي اقول لك ادري هذا الطول شنو ما رطوبه لا مو رطوبه بس رحمتك وقاعد فاز قاعد تقرا الناس لا اذا تقرا الناس انت غير رحمتك وياها والله هاي حلقتين عازلك اياها ووقع عقلك ما انت والله استاذ انا ما اقدر اتجاوز الموضوع لا ما وقع على غير عقلك اقول لك على شغله مش انت مو مقيم المخرج موجود لا اقول لك على شغله هو اللي يقيم يا اخ مو هو تقييم استاذ عباس بالشغل وياه وشايف شغلي وانت بشغل ايضا وياك وشايف شغلي مسرح هذا فايز يختلف هذا تلفزيون انت بالمسرح نعم بس هذا تلفزيون لا ايش بيشتغل تلفزيون لا وايد اعمال لا 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 وسيم لا لا حلقتين فايز وقول يا الله فايز بلا فدوه وحده وداعتك انت لا جوز غلطان بالطبع والله انا متاكد المخرج ما يخليك بهاي الشخصية. لا بالعكس المخرج متأكد من عندي. يا أخي لك أنا قارية هاي الشخصية يقول الشخصية العمر 21 سنة شاب وسيم جميل. شاب وسيم. قلت للمخرج قلت لأستاذ النص يقول كذا كذا كذا. قال أستاذ أنا مخرج وقارن النص 10 مرات. نعم. وأعرف شلون أختار الشخصيات. أرجو بعد أحد يناقشني باختيار الشخصيات. فائز. هسه حتى لو نفرض انه المخرج حتى لو نفرض انه المخرج عنده وجهه نظر وراح يركب شخصيه غير تركيبه بس اقول لك على موضوع وليت تزعل يعني لا تزعل فايز رجاء فايز ما يدبر ودعتك ما يدبر 26 حلقه يا اخي انت من كل عقلك يعني والله وايه وايه ما يدبر ويحرجني قدام العالم وانا اعرف فايز يعني ودعتك انت مثلا لا يعني لا يعني الحلقتين كلش كافي عليك لا لا انت بالمسرح بالمسرح ما اعترض عليك بس هذا دراما تلفزيون ما تدبرها يا اخي اي حلقتين الثلاثه غير لا 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 اشتغلنا القنوات مهمه سبوتات اشتغلنا ما اعتقد يدبرها فاز لا لا ابو سيف صار ما اعرف شو اسوي صار غوبات ما ادري شنو يعني ما تعرفون مقابلكم اساني اقول لك مشغوله هواي اعمال اي نعم هواي يعني اساسا نزلت طب من فوق ليش حلقتين ايش فيك فاز حلقتين خير من الله وقع عقدك وخذ حلقتين وزين اذا دبرت الحلقتين لعلمك ودعتك انت والله يا معود لا مسرحي قوي انا ما معترض على البث بالمسرح المسرحيه ما معترض التلفزيون شرب ما معترض على تمثيله بالمسرح بس بالتلفزيون يا اخي خجلنا قدام العالم الا اقول لك ايش حاسس يا معود فايز سيف رحمه على والديك لا فايز لا اخذ الحلقتين لا اقول لك تلفزيونك لوداعتك كيفك انت اخذ الحلق اخذ الحلقتين واسمع لا يعني يا اخي ايش المخرج موجود وهو يطرب وين المخرج معود صدق تخجي خابره نروح عليه لا حتى لو يوافق المخرج انا موافق فايز ما تمثل هاي الشخصية ما تدبرها ما تقدر وداعتك ما تدبرها يا اخي ما تدبرها انت ممثل مسرحي يا اخي هاي تلفزيون هاي تلفزيون يا اخي اي ما صعبة تاخذ الحلقتين تاخذ الحلقتين هاي والسلام تاخذ الحلقتين تاخذ الحلقتين لا تشمر النص يا ابا لا تشمر النص عمي على كيفك على كيفك عم نشمر النص نجيب العقد خليه يوقع الحلقتين راح اسوي العقد كيفك انت كل مخرجك ايش اسمه فايز تاخذ الحلقتين احسن لك حبيبي وداعتك تطلع من العمل حبيبي ما تمثل بالعمل ممكن ما تمثل بالعمل حلقتين لا ما تمثل لا 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 هاي هي اخر مخرج
حقك حلقيا انت تقدر لين ما تدبرها ما تدبرها صدقني ما تدبرها ما تدبرها روحي معود مخرج موجود وهو قيم ابو سيف يا اخي ما يدري بك المخرج مخرج شافك على المسرح اسمه انت راح تاخذ الجو مخرج موجود وخابر هو صالح عباس موجود يا بك مخرج الله قال لي والله قال لي يا بك اسمع هاك اسمع الشخصيه البائز قلت له استاذ ومكتوب ما يدبر شاب وسيم عمره 21 سنه قال لي استاذ انا اعرف شلون اختار الشخصيات ما يدبر من قبل ما يجي فاز ليسه انا خمس مرات قلت لك هذا الموضوع المخرج ايش قال لا لا ما يدبر ما يدبر نجيب 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 اخر بس انا نجيب عدي انا شباب ايش يعني ما تدبرها ما تقدر فايز انا شباب فايز باع الحلقه باع الحلقه ايش قدها انت باع الحلقتين اخذ لنا الحلقتين وفضني الحلقتين كافي عليك انا اقول لك كافي عليك الحلقتين مو كيف المخرج انا بطل وياك انا بطل يا بدي روح معود انا بطل المسلسل كيفي كيفي نعم اخر مخرج موجود مخرج ما مين ما شايفك على المسرح شايفك بس يا معود روح بس زين عندنا حلقتين معود والله زين عندنا حلقتين انت تقيمني اي طبعا عشان لا والله والله سويت فاز والله مسرح هذا لا والله ضحكتني بس بالحلقتين وتوكل بالله فاز خذني لك اقعد يعني ما تمثل حلقتين ما تمثل حلقتين لا عم على كيفك يا فايز على كيفك عمي كيفك كيف ابقى قاعد ببيتي ومكلك واحسن لي اي هو فيسبوك انت مو مال والله مال فيسبوك ها والله لا هو مو صوتك صوت استاذ عباس من قال لك 26 حلقه هو ما 26 حلقه يا اخوي المخرج قال لا الشخصيه الفايز لا لو قايل لي قبل لو قايل لو قايل لي قبل المخرج موجود لو قايل لي قبل لا يجي فايز والله لو قايل لي قبل المخرج موجود يا معود فايز تمكن عقلك انت المخرج عمي حلقتين هواي عليك والله خامل حلقتين هواي عليك باكر اجيك حلقتين هواي عليك لا تليح ياخذ الحلقتين لو لا حبيبي مالي تلوم عندك شنو فا؟ ايش بك انت معود؟ روح روح على كيفك فايز هو هسه انت هو هسه فيك ضربه هيك مع الدرا فايز فايز اشرب تخبار فايز خاف خاف احد قايل لك انت خوش ممثل ترى كلش ما تعرف انت زين ولا يروح اروح يروح يا معود هاك هاي حلقتين هاي توقع العقد يعني توقع العقد اي حتى ترى شقه لعلمك لازم توقع العقد والله لا توقع اي ما ادري شو لك بابا لك انت وقعت العقد الكاميرا خفيه فايز فايز انت شفت البرنامج توقيع مو توقيع توقيع عقد فايز كلمه اخيره لمشاهدي قناه طليعه الطبيعيه ايش الكاميرا مصوتي كلمه كلمه لمشاهدي قناه الطليعه عصبي صار عصبي نار أول أقول رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الشعب العراقي يا ربي وإن شاء الله رمضان يعود بصحة وسلامة على الشعب العراقي وإن شاء الله يوصل حج الشعبي وإن شاء الله منصورين هم الأبطال وهم الزينين وإن شاء الله إحنا بزوتهم ومنصورين بزوت حج الشعبي بارك منصورين 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 وردة 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 أستاذ حيدر الكبير الرائع العلم الكبير وإن شاء الله أشوفك ونشوف البحر جديدة أستاذ حيدر تحياتي منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل